العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. الايه اكزامينشن سريع 5 دقايق اللي هو عامل لكم مشاكل دايما. الايه اللي هي ايه؟ الاكتيفيتي. والاكتيفيتي دي بعملها يعني انا بمسك العيب بلاقي فيه حركه كده بسيطه غير لما يبقى يعني ريلاكس من كده. انما لو في طفل كبير بقول اليرت، بقول يعني كوبرتيف معايا. انما ده في البيدياتريك. انما هنا في النيونيت يعني مش هتلاقي بقى التفاصيل دي. البي اللي هي البوستشر، والبوستشر ده في اغلبه النيونيت البوستشر بيبقى فيه شويه فليكشن بسيط في كل الايه؟ في الالبو. انما لو قلت نورمال بوستشر يبقى انا استبعدت ايه؟ استبعدت الهيربس، استبعدت الاوكسيتونس، استبعدت الفروج بوزيشن، استبعدت يعني ايه امراض كتير بتحط. انت عارف في حاجه مرض اسمه ارثروجروبوتس مالتيبلكس. يبقى انا ايه الجوينتس كلها نتيجه وضع في الرحم محدوده وبقت فايبرس وما بتتحركش، بيبقى ليه منظر كده. لو انا قلت نورمال بوزيشن وكاني استبعدت كل ده. السيل التسهيل اللي هي ايه؟ الكونشس. لو انا طبعا لو انا ايه دخلت في الجلاسكو كوما سكيل والليسته بتاعته صعب نطبقها على النيونيت، فاحنا بنحاول نخليها ايه؟ يعني مور سمبليفايد. ولو لقيت الكونشس مش ماشي كويس اشوف انا مدي حاجه لتايم الطفل ولا هو من الباثولوجي اللي موجود. لو انا اللي مدي اقول ايه؟ سيديتد. لو هو اصلا هقول لسارجيك او خش بقى في اللي بعده. دري كوما وكوما وستيوبر، بس برضه انا في النيونيت ما بقدرش اقول الكلام ده. يعني خلينا في لسارجيك وايه؟ وسيديتد. ايه بي سي؟ البي السي اللي بعد كده في سي ثانيه اللي هي كرينيال نيرفز. وكرينيال نيرفز دي دايما بتبقى ايه؟ احنا بنقلق منها وعاملينها مشكله لانها ايه؟ تقيله كده وبنقعد نحفظها. ولو انتوا فاكرين النيورولوجيكال اكزامينشن انما ممكن بسهوله جدا اروح ايه؟ افتكرهم باكزامينشنز بسيط خالص. ممكن اعمله للطفل او اعرف اغلب الكرينيال نيرفز بتاعته كويس ولا لا. هو مين الكرينيال نيرف اللي هو واحد اللي هو ايه؟ الفاكتور. هذا اعرف هنا الفاكتور الموضوع بره الفاكتور. طب اثنين الاوبتيك. والاوبتيك ده الافرنت وليه افرنت. لما بعمل الريفلكس اللي بعمله بيه اكزامينشن اللي هو ايه؟ الفيو الايه؟ اللايت ريفلكس. طب اللايت ريفلكس بيروح الافرنت فين ويرجع فين؟ اثنين اللي هو ايه؟ الاوبتيك. راح الاوبتيك، راح النور نفسه. وراح رجع فين؟ في البلينكينج. مين اللي عمل بلينكينج؟ الاوربيتراز وكلاي. الاوربيتراز وكلاي ماسل دي مين اللي بيعملها سبلاي زي ما قال الاوكلوموتور. الاوكلوموتور. يبقى كاني عملت تيست الايه؟ اثنين وثلاثة. الاثنين شفت تو نيرفز مره واحده خلاص؟ زيه برضه ممكن اعمل ريفلكس يعمل لك اثنين بسرعه اللي هو ايه؟ كورنيا ريفلكس. كورنيا ريفلكس يجيب قطه بسيطه اروح لامس الايه؟ لامس الكونجكتايف او الكورنيا يعني. يعمل ايه؟ 75 ده ايه؟ راح في كام؟ راح في خمسة اللي هو السنسيتيف بارت بتاع الفيس اللي هو تريجيمي. ورجع في مين؟ في سبعة. يبقى انا كاني بعملت 4 اهو. نمره 8 ده لو عملته صوت جامد، بس طبعا كل ما ايه بيزداد يعني في الماتيوريتي يبان اكتر اللي هو ستارت الريفلكس بتاع 8. ماشي؟ فاضل لنا مين؟ 9 و10 وكده. ده ايه؟ طبعا في مصر اللي هم الابيوسر اللي بتسبلايت بالكرينيال. يعني لو مشينا بالموفمنت بتاع المصر ضد الاي، مين اللي بيبقى سبلاين؟ ثلاثة نيرف. مين؟ ثلاثة واربعة وكام؟ ستة اللي هو مين؟ الابدوسن. طبعا بيبقى في التست اللي هو الدول ذا اي. صحيح في النيونيت بيبقى ايه؟ يعني بيتعمل كده يعني ما بيبقاش باين قوي. انما هو مانوفر لما العروسه دي لما تيجي ترفعها تروح عينيها متحركه عكس اللي انت بتعمله. ده كانه تيست للايه؟ انما ما اقدرش اقول لك بقى هعمل الطش كده يوم الولد باصص كده فاقوم يعني بتبقى ايه؟ ما اقدرش اعمل لها تيست كويس. اللي هو 9 و10 دول ايه؟
جروس فارينجال والبيكل ده ايه دول؟ ايه التست بتاعهم؟ اللي هو الجاج ريفلكس. الجاج ريفلكس ده ايه؟ بيروح في الدم ويرجع في كام؟ 9 وارجع 10. اه هو ده تيست الجاج ريفلكس ده في تيست الجروس فارينجال. كاني لبست الايه؟ السيروفارينجال. بيحصل ايه؟ كاني احساس. خلي بالك الريفلكس وهو بيرجع بيرجع في مين؟ بيرجع في الفيجاس، والفيجاس ده يبقى متشعب كده وبيجي في حتت كتير. يعني من ضمنها يروح على الهارت ويعمل براديكارد. عشان كده ايه ريفلكس صعب ان انا ولازم كده بقى ايه، وخصوصا انا بعمل ساكشن او بيحصل جلد جلد ريفلكس ده وانا بعمل ساكشن، وممكن الولد يحصل له براديكارديا جامده. وانا شفتها يعني ايه، وكانت يعني مشكله كبيره مع زميل ليا، جاله ارست. ارست من ايه؟ من فيجال استيميليشن. الهارت رجع تاني. الاكسسوري ما بتعملوش، انما الجلوس فارينجيال ممكن اعمله ازاي؟ يعني لو عملت بنشن في الجلوس هتلاقي يطلع لسان. طب يطلع لسان لو في ليجن في حته كلاسيك بقى بتاع النيورو، المفروض اللسان يبص ناحيه ايه؟ سيس ناحيه الليجن؟ ناحيه الديس ناحيه النورمال. هو الموفمنت، هو الموفمنت بتاع التانج ده ايه؟ الموفمنت بيسموها بوشنج، المصل التانج بوشنج. ماشي؟ خلي بالك في كرينيال نيرف احنا سبناه في النص، اللي هو مين؟ مشهور جدا 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 في شغل جامد، اللي هو الفيشيال. الفيشيال ممكن لو حصل باللور موتور نيورون يعمل ايه؟ يلاقي الناحيه اللي هي فيها اللور موتور نيورون شكلها ايه؟ لا ما فيهاش، ما فيهاش حاجه، ولا حتى قادر يفتح يقفل عينيه، فبتلاقيها مفتوحه. انما بتلاقي اللبس معموله فين؟ بطريقه الناحيه الثانيه. بيسموها ايه؟ بيسموها بولت. بولت زي ايه؟ زي هيلثي سايز. وعكسها مين؟ وعكسها الطنج. الطنج مش بولت، مش بولت. فلما يتزق هيتزق ناحيه الليجن مش ناحيه الايه؟ يبقوا الاثنين عكس بعض. ادي الكريم، بعد كده الموتور، بعد كده الاس اس اس. ثلاثه اس اللي هم مين؟ اللي هم ايه؟ السوتشر. خلي بالك ليه؟ ليه؟ لان هو انا عمري في النيورو ده ان انا افتكر الايه؟ افتكر السوتشرز. في النيورو اللي هو بتاع البيدياتريك حد بيفتكر سوتشرز؟ يعني بتقيس هيد سيركمفرنس، ما بتبقاش كده ايه؟ لازم اعمل كومنت على السوشيال، وهو ده اللي يعمل لي كومنت في اللي تحتيه. والفونتانيلز بقى مع السوشيال يعني فونتانيلز. الاس دي سوشيال يعني بعد في الاخر فونتانيلز. طب والفونتانيلز دي تديني انطباع على اللي جوه، ضغط عالي او مقفول او يعني مايكرو ستيموزس او بدايه هيدروكيفلس ولا بلجنج نتيجه المنجايتس. يعني في ايه؟ معلومات كتير تاخدها من ايه؟ الاس الثانيه اللي هي ايه؟ السنسوري. السنسوري معروف، بس احنا بنعمل سنسوري مظبوط؟ هو في بين ولا تاتش في النيونيت؟ تو ازاي؟ ده في محاضرات، كان في المحاضر المؤتمر اللي فات بين النيونيت. ده اللي لسه قايل اللي هو كل ماده عشان يقول لك طهر العيل في الاول. لسه قايل والله قبل كده على البين، صح يا دكتوره ولا ايه؟ قلنا كتير قوي عشان يعني المفروض اعمل الحاجات دي، بس طبعا ايه بعملها بطريقه يعني مضبط بينفول. انا بس بقى ايه بيبان الطفل اذا كان بيعمل مايلد وذروال وكده، يبقى فيه شويه سنسيشن. معلومات بتاع السنسيشن مش زي بتاع الكبار، وبقى السنه سيجمنتس كده ما بقدرش في النت اخد معلومات كتير، انما على الاقل فيه ايه؟ ليه؟ لان فيه جزء ممكن من الامراض في الفرتبرا كولوم من ورا والسكرياليا ممكن تاثر على السنسيشن. فاكرين انا مره سالتكم على ايه؟ يقول لك موست كومن تيومر ان موست كومن تيومر ان نيورو عبر عمانه ساكرو كوكسيفيان تراتوما. فيعني ده بقى التراتوما، بس انا قصدي ايه؟ دي تاثر على ايه؟ على السنسيشن في الحتت دي. التالت اس اللي هي كانت ايه؟ تيشرز. ده مش كل اسم بقى.
السيجرز لو انت بتعمل اكزامينشن شوف السيجرز تروح مقسمه كل شيء بقى ايه فوكال ولا شيء تونيك ولا شيء ساتل ولا شيء ايه كولونيك ولا شيء ايه جراند يعني ايه في الاخر انت ايه بتشوف المنظر بتاعك وستارتد امتى وكده فانت بت ايه معايا البريماتيك ريفلكس اتحطت في حته ايه دي في الار لسه وكفيه هنزود ار الار اللي هي ريفلكس انا سايبها لان انتوا بتعملوها انا قلت ايه اي بي سي انا بس بجيب اللي هي الواقعه الاي بي سي احنا قلناها والسي الثانيه بتاع الكرينيا وبعد كده الام اللي هي الموتور وبعد كده الايه ام ار يعني اللي هو الار الثانيه اللي هي ايه ريفلكس وبعدين الثلاثه دي سهله كده ام ار سي دي يعني ده مش زماله بقى اهو حلوين شدها حلو جميله خلاص يا دكتور شكرا.